والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وهو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين ورضي عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما تأله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك المصلحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله لجميع معامله الموجبة لمزيده المهدية لحقه المقدمة عنده المرضية له أشهد عدد أمثالها ونسأل أن يصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها ويحفظه بأشرف منازل الجلال ونعيمها وشريف منزلتها يا كريم وجعلته مهيمنا على كل كتاب انزلته وقرانا عرفت به شرائع احكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا وحين نزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم بالحق تنزيلا وجعلته منورا تهدي به من ظلم ضلاله الاتباع وشفيعا لمن انصت به من تصديق الى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضل هدى لا تهته الشهاد نور برهانه قصد سنتي ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمتي يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم إنا خادمة وحببت إلينا تلاوته وسلم على عواش ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله أمين
التصديق بمحكم بيناته ويخشع من الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارض الشكوك في تصديقه ولا يحترز نفسه عن فقد طريقه يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بعمله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
آناء الليل وأطراف النهار حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتحف مواضيع إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك وعدوانك. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. أو تطمس بعما في ذلال المهاوية أبصار المكاتبين خوفا من العقاب وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصبت الأسماء حتى صدقت ولا أسملت العيون واقف العبرات حتى أشفقت ولا عدت الأصوات إليك بالدوع حتى خشعت ولا تحركت الأرسل نافقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زلالها وعثارها. فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم بك يا رب أيدنا اللهم بك يا رب أيدنا اللهم بك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. اللهم صل وسلم على وعلى آله وأتباعه وأشياءه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أبينا آدم وأمنا حواء وولدا من المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياهم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيعا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإقامة لنا وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البرات الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون